فقط من أجل التوضيح، ما يحول معلومة صغيرة ذكرتها قبل قليل، فقط من أجل المزيد من الدقة بخصوص المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، هي الجائزة التي حاز عليها هي جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان، بالاستمرار لمتابعة آخر النشاطات والحراك الثقافي في مدينة القدس. أحد الأفلام التي سوف تعرض ضمن مهرجان القدس هو فيلم وثائقي سوف يعرض الليلة مساء هذا اليوم ماي، وهو فيلم حكاية الأرض، والذي يتحدث عن نضال ومقاومة فلسطيني الداخل للاحتلال المستمر منذ عقود. معنا هنا مخرج هذا الفيلم الأستاذ الصحفي أحمد البوديري. الزميل الصحفي أحمد البوديري، يعطيك العافية. أستاذ صباحك. يسعد صباحك أحمد، أهلا وسهلا فيك. أستاذ أحمد، لو نحكي عن فكرة الفيلم بالتحديد، أو لو نحكي عن تفاصيل أكثر، هذا الفيلم إيش كنت ترصد فيه، أو إيش اللي كنت تحاول توصل له؟ خاصة إحنا شفنا مشاهد قصيرة من الفيلم، أنت بحثت في أرشيف متعلق بالاحتلال في فلسطين أو في الخط الأخضر. إحنا كان الفكرة أنه كنا بدنا نعمل فيلم وثائقي عن يوم الأرض، هان بدت الفكرة، ويعني إنتاج فضائية فلسطين اليوم اللي هي زميلة لفضائية فلسطين، وكانت هذه الفكرة الأساسية. ومن بعد ذلك وأنا بدأت أبحث اكتشفت أنه يوم الأرض هو ليس اليوم المركزي الذي غير الجماهير العربية في الداخل، ولكن كان أحد المحطات، ومن هون تغير محور الفيلم من يوم الأرض إلى نضال الفلسطينيين في الداخل. في أفكار نمطية كثيرة سلبية حول الفلسطينيين في الداخل، مثلا أنه قريبين على الاحتلال، تأسرلوا، عايشين في جو غير فلسطيني بشكل لائق. ولكن اكتشفت أنه لا، الوضع مش بالضبط بهذا الاتجاه. دول عاشوا أكثر من 20 سنة تحت الحكم العسكري، مرت عليهم، وفي الفيلم هذا واضح جدا، مر حدث كتير خطير وهو مجزرة كفر قاسم. نعم. في 56 قتل عندهم 49 فلسطيني، وما كان في أي ردة فعل، ما حدا في شيء، وانت من هون بتبلش حكايات. بالضبط. نعم. من هون هذا ترك عنده الفلسطينيين في الداخل جرح عميق لم يندمل للآن. وبآخر الفيلم تكتشف انه تصاعد النضال الفلسطيني بشكل ملفت من 56 لمثلا يوم هبة أكتوبر، هبة. نعم. الأقصى في عام 2000 لما كل الجماهير انفجرت وكان المشاهد واضحة. طبعا احنا بنمر على بعض المشاهد الإنسانية، ولكن أيضا بنحاول نورجي صورة مختلفة عن الفلسطينيين في الداخل. لكن أهم ما يميز هذا الفيلم، وممكن أنت طلعت عن الصورة النمطية للأفلام اللي بتتحدث عن النكبة وبتتحدث عن الأراضي المحتلة في 48، أنت زاوجت ما بين السياسة والثقافة والفن والمجتمع والإنسان، فكانت مقابلاتك مع عدد كبير من مثلا في عندنا مثقفين وشعراء، في عندنا ناس عاديين وناس فقدوا أبنائهم، أم شهيد كان في الفيلم. لو تحدثنا عن هذه الخلطة والمزيج ما بين السياسة والمجتمع والثقافة في فيلم بيحكي عن حكاية الأرض. يعني من المشاهد الرائعة أنه اليوم يعني يعرض الفيلم الساعة 6 في سينما القدس، وأنا فرح جدا أول شيء أنه بيعرض في العاصمة الفلسطينية. نعم. هذه كمان نقطة مهمة أنه نشيرها، اليوم الساعة 6، وبالتالي في عودة للاهتمام بأنه الشعب الفلسطيني هو عبارة عن قطاعات، قطاع في الضفة الغربية، قطاع في غزة، قطاع في الداخل، قطاع في لبنان، قطاع في السوري، قطاع في الشتات. وهذا طبعا أسوأ شيء صار فينا إحنا الشعب الفلسطيني، إنه تمزقنا. القصة في الداخل بتحكي عن واقع حقيقي، واقع اجتماعي سياسي ثقافي، ولكن هذه القصة الكاملة أو جزء من القصة، أنا لا أدعي إنه أنا وصلت للقصة الكاملة طبعا، ولكن هذا جزء من القصة. على سبيل المثال سميح القاسم اللي هو الشاعر الفلسطيني المعروف، اللي هو بين قوسين شاعر، ولكن هو جزء من النضال الفلسطيني اللي خرج من الرامة، قرية موجودة في الشمال، إلى أنه شعره يعلم ويدرس في مدارس سوريا. نعم. لغاية اليوم يعني شعره يكتب في سوريا. شاعر حسن عاصلي وجميل عاصلي اللي هم الوالدين لأسيل عاصلي، هذا الشهيد اللي قتل في هبة أكتوبر، بيحكوا عن ألم أوسلو. نعم. يعني هو ابنهم قتل في 2000، بيحكوا اليوم عن أوسلو إنه هي نتيجة حتمية للي صار. في نفس الوقت عندك الشباب الفلسطيني في الداخل اللي بيحكي عن التعليم، إنه يعني لا يرغب إنهم يتعلموا، بدهم يوم عمال. نعم. وبنفس الوقت في مشاهد قاسية بالفيلم، اللي هي مشاهد إنه في انفجار على الطريق. الفيلم مش يعني أنا بتنبأ ومن حقي إنه أفكر إنه
في انفجار قادم لأهلنا في الداخل، مش بغزة ولا بالضفة ولا بسوريا ولا نعم. بلبنان ولا في انفجار رح يصير في الداخل، لأنه في الداخل هم عايشين بوضع عنصري سياسة نعم. قميت. يعني إحنا في الضفة الغربية عايشين في وراء الجدران مش شايفين، هم عايشين داخل الجو العنصري، وبالتالي هم أقدر وأقرب لانفجار حقيقي. نعم أحمد، رح ننتقل لمشاهد قصيرة من الفيلم بعدين بنرجع بنكمل معك حوارنا، تفضلوا. بحضور الحاكم وبغيابه الحكم العسكري مفروض عليه والرقابة شديدة. جوا القرية؟ جوا القرية، هناك تصدوا لها الشباب بالحجارة، وبيبدو انه ذخيرتها نفدت، تراجعت وبعد مدة قصيرة رجعت بعد ما تسلحت بالذخيرة. يعني انا ما زلت اذكر وانا طفل بيتنا كان في تلك المنطقة، كنت اقف مع والدي في ساعات المساء خاصة في أيام الشتاء، وكانوا يقفون ويستمعون يلقون السمع. يعني صار هم للشاب إنه كيف بده يعيش وكيف بده يعمر وكيف بده، لأنه بحس إنه هاي الدولة، طبعا هو يشعر إنه الأرض إله، هي فيها نوع من المرارة، لكن الدولة هي مش إله. خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2000 خرج الشبان الفلسطينيون للتظاهر سلميا، ليس ضد أرييل شارون فحسب، بل ضد عقود من الاضطهاد والتعسف الإسرائيلي، عقود من الذل والإهانات والعنصرية في كل نواحي الحياة. حرس الحدود والشرطة تمركزوا في مداخل القرى والبلدات واشتبكوا مع الشبان وانهالوا عليهم بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل الدموع. 13 فلسطينيا قتلتهم الرصاصات الغادرة. الانتفاضة الأولى في 89 كانت مركب ثاني بعد يوم الأرض لهبة أكتوبر. اتفاقية أوسلو كانت المركب الثالث لهبة أكتوبر. جلست العائلة الثكلى في محكمة العدل العليا الإسرائيلية واستمعت خلال لجنة أور لتقريرات. أحمد، هلا إحنا برا الهواء كنت بتقولي عن أهمية إنتاج الأفلام الوثائقية، هل برأيك في هناك نقص بإنتاج هاي الأفلام الوثائقية؟ إحنا بنحكي هون عن أفلام وثائقية تكون حجمها كبير، هي بتختلف عن التقارير الصحفية، وإنما أفلام وثائقية حجمها كبير من حيث الإنتاج، من حيث المدة الزمنية، بحيث تتعمق في تفاصيل هذه الأحداث التي نسلط الضوء عليها. كيف تقيم حجم إنتاج الأفلام الوثائقية، سواء الأفلام الوثائقية الفلسطينية المحلية، سواء هنا في القدس أو في الضفة أم في الداخل؟ يعني على الصعيد الشخصي أنا شاركت في إنتاج العديد من الأفلام الوثائقية المنتجة من شركات أجنبية، ولكن لم وين الشركات المحلية؟ وين الشركات المحلية بالضبط؟ يعني كل الأعمال، كل الأفلام الوثائقية، لأنه فلسطين هي منبع الأفلام الوثائقية في منطقة الشرق الأوسط، فيها كل اللي أنت ممكن تبحثه في عناصر جميلة لفيلم وثائقي، من الدين للتاريخ للسياسة للوضع الاجتماعي للثقافة، منبع. فكل القنوات عمليا الأجنبية والعربية العالمية كانت بتحاول دائما تنتج أفلام وثائقية، ولكن عنا نقص إحنا. يعني أنا مثلا في السابق لما كنت أشتغل في البي بي سي استطعنا أنه نخرج فيلم اسمه صخرة القدس، بيحكي عن المسجد الأقصى والصخرة الموجودة فيه بفلسطين اليوم، استطعنا أنه ننتج هذا الفيلم، ولكن في نهاية المطاف المخرج الفلسطيني يعاني من التمويل. ما عنا شركات فلسطينية تدعم، ما عنا شركات عربية عم تدعمنا، هو بالأغلب ما عنا إيمان أصلا، ما عنا إيمان بأهمية الأفلام الوثائقية وقدرتها على حمل رسالة بتفيد القضية أو بتفيد حتى المجتمع. انت هذه اللي قلتيها هي نقطة مهمة، كل العالم بيعمل عنا، طب انت احنا بدنا نعمل عنا انفسنا، امتى بدنا احنا نقدم روايتنا ونحن اقدر واحنا مخرجين افضل وعندنا مصورين وعندنا منترية، والاجهزة اليوم بطلت زي زمان مكلفة. لا طبعا اليوم اي حدا بيقدر يعمل فيلم وثائقي اذا عنده مخ كويس وعنده امكانيات وعنده مصور جيد بيقدر يعمل، ولكن في تخوف انه الافلام الوثائقية غير مربحة. نعم وهذا معروف بكل العالم، اليوم الفيلم الوثائقي اذا اجوا عليه 10 بيعتبروه ناجح في كل العالم، وانت شو ما هي بتعرف هي احمد انتاج افلام زي هيك بيكون هدف مش مادي، هذا قبل كل شيء بيكون الهدف هو ايصال رساله بعيدا عن تحقيق اي مكاسب ماديه. معظم الناس بتعمل افلام وثائقيه في فلسطين او حتى في عدد اماكن اخرى بيشتغلوا لانه هم بده يوصلوا فكره، هو مجرد توصيل الافكار. احنا مثلا بفلسطين اليوم كانت مجرد فكره انه تعال اعمل لك مثلا فيلم بعده ايام قليله ونعمل فيلم عن يوم الارض، كانت بهذا البساطه، لا فيها ارباح ولا في كذا، والفكره انه احنا لا نبحث عن الربح، الفكره نبحث عن تمويل متواضع لانتاج افلام تحكي
قصتنا، ليش العالم كيف بنشوف حالنا احنا بالضبط. احنا اللي ماكلين، احنا اللي تحت العصاي، مش غير عن المنتجين والمخرجين الاجانب اللي بيجوا بيعملوا عنا وبيشوفونا من فوق مش من الداخل. وهذا وهي اهميه الافلام الوثائقيه، بنقصنا احنا اهم من التمويل هو الايمان باهميه الاعلام وباهميه توصيل الرساله عن طريق الافلام الوثائقيه، لانه في عدد كبير من المؤسسات الاعلاميه بتصرف اموال علشان تجيب معلومات عن طريق الافلام الوثائقيه. لكن انا كمان مره أحمد بدي أوجه دعوة لكل مشاهدينا حتى يجوا يحضروا اليوم فيلم حكاية الأرض في سينما القدس ضمن مهرجان القدس الساعة 6، وهي دعوة عامة لكل المقدسيين حتى يجوا يحضروا هذا الفيلم حكاية القدس حكاية الأرض، حتى يدعموا المخرجين ويدعموا المصورين في الأفلام الوثائقية اللي بتشبه قصتنا وبتحكي عن قصتنا. نعم، كل من يسهم في إنتاج الفيلم. نعم، شو بتحب توجه لنا بالآخر، بتوجه لمشاهدينا كلمة عن هاي التجربة اللي أنت قمت فيها وإيش مختلفة كانت عن بقية الأفلام اللي حكيت إنها شاركت بإنتاجها مع مؤسسات أجنبية أخرى؟ أنا أكثر ما عجبني من قولك لما قلتي حكاية القدس. نعم، وهذا منبع، هذه المدينة هي منبع الأفلام الوثائقية في العالم، ولكن للأسف اليوم إحنا ما عندنا أفلام وثائقية كفاية يتم إنتاجها عن مدينة القدس لعدة أسباب، بقوم الأسباب مش سياسية، ممكن تكون مالية اقتصادية لوجستية، ولكن أنا بظن أنه المشاهد الفلسطيني يبحث عن القصة الفلسطينية بصوته فلسطيني وبفكر فلسطيني وبعين فلسطيني. احنا ما بدنا حدا يقولنا عن فلسطين، احنا بنعرف فلسطين، وما بدنا حدا من الخارج يجي عبر البحار يقدم لنا رواية. يعني أنا مثلا أمرار مثلا بشوف أفلام عن القدس أو عن فلسطين من الناشيونال جيوغرافيك على سبيل المثال، بكون كتير فرح إني بتفرج عليها من هذه الشاشة، مش لأنه ما عندي أنا أفلام وثائقية فلسطينية، ببساطة أنا ما عندي أفلام وثائقية وما لهم كيف بيصورونا أصلا. وبحطوا طبعا هم الأفكار اللي عندهم وبحطوا القصص اللي عندهم اللي تتنافى مع الحقيقة ولا تكون منحازة للطرف الآخر. الاحتلال عنده كل الأذرع الإعلامية والعلاقات العامة القوية، وإحنا بنعيش بردات الفعل. طب لا، إحنا بنقدر نقدم. اليوم مثلا الفيلم يعرض الساعة 6، أنا ما بتوقع أنه يكون في عدد كبير، وأنا ما عملت الفيلم عشان يجوا 1000 واحد. أنا لو جاني 5 على الفيلم حضروا الفيلم تبعي أنا بعتبره ناجح، لأنه أنا بعرف أنه سوق الأفلام الوثائقية ليس سوق، هذا مش فيلم مع كل الاحترام كوميدي مصري. صحيح. يعني ناس بتحب تروحوا عشان تمزح، لا هذا مش فيلم، هذا فيلم جاد وفيلم فيه مشاهد عنيفة أكشن بالضبط. أنت شفتيه الفيلم، يعني فيه صرخات وفي قوة وفي عنف. نعم. لأنه هذا هو الواقع الفلسطيني، إحنا مش عايشين بسويسرا. نعم. ذكريات مؤلمة. أحمد بديري الزميل الصحفي ومخرج فيلم حكاية الأرض، كمان مرة بنحكي للناس يروحوا يشوفوا اليوم الفيلم في الساعة 6 في سينما القدس. أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله بنشوفك واصل أفلامك لكان أو للمهرجانات العالمية. طبعا إحنا مش الهدفنا كان ولا هدف، يعني بالنهاية حتى اللي بوصل على كان هو شو اللي بده. معلش، ما إحنا بنوصل هيك رسالتنا لكل العالم بالزبط. أحمد يعني أنا لما إجوا الفضائية عندنا فضائية فلسطين اليوم قالوا إنه تعال اعمل فيلم، أنا بظن كان شيء جريء. نعم. فما بالك لو الكل بيعملوا هيك، لو فلسطين والقنوات الأخرى الفلسطينية، لأنه اليوم المستقبل هو للإعلام المحلي أكثر ما هو للإعلام العربي والعالمي. صحيح. أحمد بديري شكرا جزيلا لوجودك معنا، ويعطيك ألف عافية. شكرا لك أحمد بديري. شكرا. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الخير يا قدس، شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، شكرا لجميع من ساهم في إنجاح هذه الحلقة من ضيوف ومن عاملين في مكتب القدس أو مكتب رام الله، شكرا جزيلا للإنتاج نادر بيبرس والإخراج إبراهيم مقليبو، ومني أنا مي أبو عصب التحية، ومن زميلي بشار، بنشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. إلى اللقاء.